ازيكم عاملين ايه النهارده؟ حابه اكلمكم على الغسول بتاع كولاجرا وعلى تجربتي معاه. يلا بينا. النهارده حابه اكلمكم على غسول كولاجرا اللي هو البشره الدهنيه او المختلطه اللي بتمل الدهنيه. الغسول دوت مخصص للبشرات اللي هي بتكون افرازات الدهون بتاعه بشرتها عاليه. انا بشرتي مختلطه بس بتكون في الصيف دهنيه وبتكون في الشتاء مايله للجفاف. حبيت ان انا اجرب الغسول دوت في الوقت دوت اللي هو الوقت بتاع الصيف لان الافرازات بتاعه الدهون عندي بتكون عاليه جدا. المكونات بتاعته فيها ساليسيليك اسيد، في لاكتيك اسيد، وفي جلايكوليك اسيد، وفي برده جليسرين، وفي مستخلص الشاي الاخضر، وفي برضو النياسينامايد. بالنسبه للساليسيليك اسيد ده بيكون كويس جدا لو بشره مثلا معرضه للحبوب او لو بشره فيها حبوب، بيساعد على ان الحبوب تبتدي اللي هي تهدى او تنشف. بالنسبه للنياسينامايد بيساعد على ان البشره تتنظم فيها افراز الدهون او يتحكم في افراز الدهون. برضو في لاكتيك اسيد وفي جلايكوليك اسيد. طبعا الساليسيليك اسيد اللي فيه والجلايكوليك اسيد واللاكتيك اسيد كل المواد المقشره دي بتساعد على ان البشره تتنظف كويس جدا لو فيها اي دهون او فيها اي حاجه. بالنسبه للغسول ده بيكون شكله برضو الملمس بتاعه، هو اصلا خلصان ما فاضلش غير حته صغيره خالص اهي. ده بيكون شكله من جوه، هو بيكون على هيئه جل كده. بالنسبه للريحه بتاعته هو في ريحه بسيطه جدا، ريحه عطر بس بسيطه جدا، يعني مش ريحه نفاذه. تجربتي معاه انا بستخدمه الصبح وبالليل، بينظف البشره كويس جدا. برضو تجربتي معاه في موضوع الحبوب، انا بشرتي اه معرضه للحبوب بس انا الحبوب عندي مش متواجده ببشرتي باستمرار، يعني بشرتي بيطلع فيها حبوب في اوقات معينه. انا كان طالع لي حبايه هنا فلما استخدمته كذا يوم ساعد فعلا ان الحبايه تنشف وتهدى. اختي برضو بشرتها نفس نوع بشرتي، برضو معرضه للحبوب، بيطلع فيها اوقات حبوب في بشرتها. كان في الفتره اللي فاتت طلع لها حبوب كتير قوي في منطقه عندها في منطقه الخد، قلت لها استخدمي الغسول دوت، فلما استخدمته كذا يوم الحبوب فعلا هديت خالص وراحت فعلا من بشرتها. فبالنسبه لنتيجته في موضوع الحبوب، لا هو نتيجته ممتازه فعلا في الموضوع دوت. بس لو انت طبعا عندك حبوب مستمره ببشرتك وحبوب مزمنه، ده يفضل طبعا ان انت تكشفي لان الدكتور هيديكي طبعا منتجات بجانب الغسول. انا زي طبعا ما انا قلت لكم انا واختي ما عندناش الحبوب بصفه مستمرة ببشرتنا، لكن في انواع بشرات بيكون فيها حبوب باستمرار او حبوب مزمنة ببشرتها، ده بيكون بسبب اسباب داخلية في الجسم، فلازم طبعا دكتور عشان يعرف الاسباب الداخلية ويكتب لها طبعا العلاج المناسب. لكن لو انت عارفة سبب الحبوب والحبوب مش مستمرة ببشرتك وبتيجي مثلا في اوقات معينة او كده، فالغسول دوت كان كويس جدا معانا في النقطة دي. زي ما قلت لكم هو بينظف البشرة كويس جدا، طبعا يناسب البشرات الدهنية او اللي بيكون فيها افراز الدهون عالي. لكن لو انت بشرتك مثلا بتكون مايلة للجفاف او بتجف، فالغسول لا هينشف بشرتك. زي ما قلت لكم انا بشرتي بتكون مايله جدا للدهنيه في الصيف، هو كويس جدا معايا في وقت الصيف، لكن انا في الشتاء بشرتي بتكون جافه وبتميل للجفاف، لو استخدمته في الشتاء معايا هيجفف طبعا بشرتي. هو هيكون كويس جدا للبشرات اللي هي بتكون مدهننه بزياده وعايزه حاجه اللي هي تتحكم في افراز الدهون بتاعت بشرتي، نفس الوقت تنضف بشرتك كويس جدا من الدهون، فدوت هيكون انسب اختيار ليك. الشركه كاتبه ان هو بينضف البشره لو انت حاطه مكياج او كده، فعلا هو بيساعد على ازاله المكياج وقت ما بتيجي بتنظفي بشرتك بيه. بالنسبه لطريقه الاستخدام، بتستخدميه الصبح وبالليل، ترطبي بعديه بشرتك كويس بالمرطب المناسب لنوع بشرتك. الحجم بتاعه 200 مللي، هو بس فيه عيب واحد بالنسبه للعبوه نفسها بتقشر مع الاستخدام. انا بالنسبه لي ما فيش مشكله، انا اهم حاجه المنتج اللي جوه العبوه نفسه، هو ممتاز، النتيجه بتاعته ممتازه كغسول، الغسول عجبني جدا. بالنسبه للسعر بتاعه هو سعره تقريبا 130 جنيه بس كده. ده كان الريفيو بتاع النهارده، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.